تربى قبل أن يذهب المسافر إلى المطار، يعني يستخرج تأشيرة إن كان البلد الذي سيذهب إليه يستلزم تأشيرة، ثم أيضا ما يتعلق بجواز السفر لو ألمحت حول هذا. طيب بالنسبة لجواز السفر لابد في البداية أن يكون التاريخ لم ينتهي، وأن يكون بقي على تاريخ انتهائه، يعني لا يكون دخل في الستة أشهر الأخيرة من الجواز. هذا مهم جدا أن ينتبه لها المسافر. إذا أراد أن يسافر قبل أن يسافر لابد أن يجدد جواز السفر الخاص به إذا كان قد دخل في الستة أشهر الأخيرة من تاريخ صلاحية هذا الجواز. جميل. الأمر الثاني ما يتعلق بالتأشيرة. هناك بعض الدول الأجنبية تفرض تأشيرة لابد أن يأخذها الشخص المسافر إليها، فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمر حتى لا يتكبد عناء السفر ثم يذهب إلى المطار ثم يعاد من المطار السعودي، أو قد مثلا بطريقة أو أخرى يتجاوز المطار السعودي ثم يتفاجأ عندما يصل إلى تلك الدولة أن التأشيرة غير موجودة فيعود مرة أخرى إلى بلده. هذا إن لم تحدث مساءلات عليه بعد، وأيضا تحقيق أو استجواب نتيجة عدم وجود التأشيرة ممكن أنها تكون مدخل عليه في استجوابه أو دخوله في مشاكله في غنى عنها، فينتبه إلى هذه المسألة.